داخله نعم مع الدكتور فاضل بن صالح السامرائي استاذ اللغه العربيه. حياك الله دكتور فاضل. بارك الله فيك، حياك الله. الدكتور فاضل حفظك الله، لو تحدثنا يعني بعد هذه ما شاء الله الاصدارات الكثيره التي صدرت لكم، وسيعرف الشيخ بكثير منها باذن الله، اول كتاب صدر لكم وكم اصدار او كم كتاب خرج لكم حتى الان؟ أول كتاب صدر لي هو نداء الروح، ما شاء الله، الإيمان بالله واليوم الآخر. ما شاء الله ما شاء الله. وعدد الإصدارات؟ نعم، وعدد إصداراتكم؟ عدد إصدارات الكتب ما يعني 15 يعني كتبي؟ إيه؟ نعم إيه؟ كتبي 20 كتاب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لكن بعضها أجزاء، بعضها أربع أجزاء، بعضها جزئين يعني. نعم الشيخ فاضل، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير، ونحن الليلة سعداء جدا بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، وأنت أحد علماء اللغة العربية وعلى رأس القائمين على موضوع الكشف على أسرار البيانية، سواء كان في علم اللغة أو في النظم القرآني. وتقبل الله منك وشكر الله سعيك فيما كتبت وألفت. ما شاء الله تبارك الله، واضح أنه لك خطين في الإنتاج العلمي والكتابة فيهما، شيء يتعلق بالأسرار البيانية في القرآن، والشيء الثاني اعتنيت في جانب النحو أيضا بإبراز علاقة المعنى بالإعراب، بالنحو، بالتراكيب النحوية وشيء من ذلك. ما الذي جعلك يا شيخ تتجه لهذا الاتجاه؟ هل هناك حادثة معينة حدثت لك، ولا ورأيت أن هناك ثغرة تحتاج إلى تسد، ولا إيش يعني الباعث على التأليف في هذين الاتجاهين؟ سبحان الله، كانت يعني عندي رغبة وأنا صغير في اللغة، ما شاء الله، وقد يعني أعطيت في السادس الابتدائي هدية إيه؟ من أستاذ اللغة العربية، هو كتاب قاموس المنشد في يعني منشد الطلاب، وهو إلى الآن عندي ما شاء الله في السادس الابتدائي. ما شاء الله ما شاء الله. طيب أنت ما شاء الله شيخ مكتبتك حافلة بالكتب النوادر. يعني رسالتك الماجستير يمكن لها 60 سنة، والدكتوراه يمكن أكثر من 50 سنة، ما شاء الله تبارك الله. هذا سنة 47 انطاني أستاذ اللغة العربية السادس الابتدائي، اللي هنا كنت يعني بالنسبة إلى أفضل واحد ما كنت موجود في الصف يعني. ما شاء الله ما شاء الله. أنا لاحظت يا شيخ أنه كتبك هذه الطبعة الجديدة ما شاء الله جيدة وجميلة ومعتنى بها، لكن يا شيخ كأنما تركتها على ما هي كحالها في الطبعة الأولى، ولا لا يا شيخ؟ يعني ما فيها زيادات وإضافات؟ لا لا ليس فيها، إلا قليل يعني فيها حتى المقدمات. نعم حتى المقدمات ما كتبت مقدمة خاصة للطبعة الجديدة، تركت حتى هي المقدمات القديمة. هل تريد يبقى كما هو كأثر علمي له زمانه وظرفه، ولا ما يعني ما ترى التجديد؟ يعني بعض كتب لها 50 سنة ما شاء الله متطابعها. نعم صح. يعني ما زلت فيها شيخ مع ثرائك المعرفي ما شاء الله. يعني كل كتاب نعم. في زمانه. أيوة. نداء الروح سنة 57 طبعته. صحيح صحيح، هو إن شاء الله سنعرف بإذن الله بإذن الله. أكرمك الله يا شيخ. يعني طالب في الصف الثاني في الكلية. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أكرمك الله شيخ فاضل، أكرمك الله شيخ فاضل. لو تبشرونا بعض إصداراتكم التي يمكن تصدر لكم من الكتب. يعني على نمط نداء الروح كان نبوة محمد من الشك إلى اليقين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا أشكرك. هذا سنة 76 مترجم للإنجليزية هذا مترجم للإنجليزية هذا. أي نعم، إن شاء الله سنعرضه يا شيخ، إن شاء الله بإذن الله سنعرضه في الحلقة بإذن الله. أكرمك الله، نشكرك الدكتور.